صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. من خلالكم بدي وجه الرسالة. عم بقرأ اليوم إنه في شاب اسمه فؤاد شهاب، أين السرية من السرى، عم بيشكي على النائب خالد الظاهر. أنا موروني مثلك ولبناني مثلك وعربي مثلك، شو عم تشكي على خالد الظاهر؟ أشقول خالد الظاهر لفظها، اللفظ كان يمكن في نتفة التباس، بس الواقع لا، خالد الظاهر نائب وطني وعم بيحط النقط على الحروف. عم بيقول انه اذا المسلمين عندن شعار الله مثل المسيحيين عندن يسوع الملك وسيدة حريصه وايدين معموليها، طيب بتشيلولن يهون؟ هذا كان القصد، ما كان القصد تشيلون مقابيل هيدا شيء. منعد بقى عيب لمورني، خلوا يكبر عقل كنت في بقى عيبه له. خالد الظاهر نائب وطني من طراز رفيع، شو بدكم من كل هالحكي؟ عم بيهاجم الجيش؟ ايه تجاوزات بعض الديبارتمون بالجيش؟ هي تجاوزات بتجوز؟ طالما حكيت عن الجيش انت فؤاد الشهاب، انا بدي اوضح شغله. انا بدي اقول لقيادي عسكري ما بعرف مين هي، ليكو السياسيين بلبنان بيعتبروك موصفين، معك ما يمكن مكفيين شهاده تكميليه، وصلين للبكالوريا ما يمكن عاملين فلسفه، يعني بريمير بارتي ما يمكن عاملين دوزيام بارتي، بيعتبروك موصفين، هني عينوكم. واذا انت حرس عسكريه بس شي بنجمي وبتنين وبتلاتي، بالنسبه لالن انتو حرس لمصالحهم. شو هي مصالحهم؟ المال والبنون. انتو حرس بودي جارد بيعتبروكم. من هون انتو بدكم تطلعوا وتصيروا سياديين، انه لا نحن مهمتنا محافظة على وطن وسيادة هذا الوطن وسلامة اراضيه وسلامة المواطنين الموجودين على الاراضي تبع هالوطن. ما بدكم تمشوا هيك، انتو حرين. بدهم يضلوا يعتبروكم موصفين. بيرد بالبادي جارد بس معلقين نجم ومغطيك هيك وملبسينك هيك، هني بيعتبروا. ليش انتو بتعرفوا مين اللي قدر عمل فحص ونجح فيه وفات لانه طالب الكلية العسكرية؟ حدا يقدر يفوت وقدم فحص ونجح فيه؟ هو بيودي لكن هني وبيقول لكن عينوا فلان وحطوا فلان ونشحوا فلان. ليش عم نكذب؟ خلونا نسمي اليوم انتو بتحبوا تعملوا وطنيين كبار وتكونوا سياديين كبار، هذا الوضع تبعكم. ايه صحيح ممكن مخلصين تكميلية، بتجيبوا شباب على صورة ومثال اديب طعمة ما بعرفه، انا عمل هارفارد بالقانون من بامريكا ما بعرفه، بس بقرأ عنه مثل ما بقرأ عن كل انسان. على صورة ومثال كارلوس ادي بالنظافة، على صورة ومثال اولاد ميشيل ادي بالعلم وبالنظافة، الوزير السابق ميشيل ادي. هول بتسلموهن البلد وانتو بتقعدوا حاكمين. هيدا اذا كان فعلا عندكم روح وطنية، مجموعة من الضباط بتجتمعوا ببعض كنو بتاخذوا القرار، ليش بدكن تخلوهن يستلموكن؟ هني سارقين المال العام، ليش انتو فيكن تعملوا القصورة تبعون؟ هني بيعتقدوا بيقيلوكن بمرسوم، انتو بتجاوبوهن يا كله التغى المراسيم. ما بدو شي، مين بقى معه سلاح؟ حزب الله افتحوه، هو فايد بسوريا وعم بيدبح بالشعب السوري البريء. افتحوا على بعضهم، خليني اطلب بعضهم، انتوا اقعدوا تفرجوا تشوفوا كيف بدهم يجوا راكعين وبوصولكن ايديكم. نتف التفجيرات ليكوا كيف ركضوا للمستقبل، تعوا يا عمتي نتفاهموا كذا وما بدنا نفجر. ما كان عم بتفجروا بسوريا وعم بتدبحها، عم بتدبحوا كل ناس ابرياء. صاير الشعب السوري صار على هذا النظام العائلي الفاسد الطائفي، نظام العار والارهاب. ما حدا خلق الارهاب الا هن. داعش؟ اش عملت داعش؟ ماني عم برره، اش عملت مقابل اللي عملوا؟ يعني ميليشيا المردة بالكوره ما عملوا اكثر وبشكه؟ هول من داعش يعني؟
هول تبع كل هالميليشيات اللي بياخذوا هالمعيشات وما بيروحوا على الوظائف هول من داعش كمان. حزب الله كل هالعمل اللي عم يعملوا بلبنان وبسوريا، ليش خلى شخصية وطنية وما ترك لجتتها بالشوارع؟ إذا أنتم الجيش اللبناني شو بدكن، ليش بدكن تأمنوا لهم مصالحكن؟ مهما أمنتوا لهم مصالحهم ومهما خدمتوهم بيعتبروك الموصفين عندهم بادي جارد عندهم، بس معلقين نتفة نجاب وجايبين لكم نتفة لبس هيك وبمشوكن وبتحسوا بالرجولية هيك وبيضحكوا عليكن. يعني نحن اللي عم ندفع ضريبة بأمريكا، عم ندفع ضريبة بيوصل علينا نحن اللي معنا أولاد، بنوصل الضريبة علينا 60 و70% بالضريبة التصاعدية حتى نودي لكم صغير. إذا هني ما لهن شيء عليكم بقى، ووقفوا التعيينات لما بيطلبوا منكم. أنتم بدكن كذا بمركز خالي بالكلية العسكرية شو ما كانت تكون، بتعملوا فحص اللي بينجح صحتين على قلبه هذا لبناني. حج بقى تغلط وحج بقى فؤاد شهاب تخلط الحابل بالنابل، ما كان بيقصد إزاحة دار يسوع الملك وسيدة حريصة النائب الوطني خالد الظاهر. عم بيحكي كلام، كل كلمة عم بيحكيها أنا عم بلاحظها، وطني من طراز رفيع، عم بيحط النقط على الحروف. ليش انت فؤاد شهاب عندك ملفات؟ معلش بدي احكي كلمة ولو كنت بتزعجكن كلكم، بدك ملف وزير الداخلية نهاد المشنو؟ اسأله قلو لمين كنت بأوتيل التريموي لمين تلفنات؟ بقى جاي راكد لعندك واخدك على 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 مطعم البلازا اتنيتي يطعميك ويشربك الكيس. بده منك شغلتين، تعطيه معلومات بالخبس وبالكذب وبالاحتيال وبالغدر وبالخط وبالغدر وبالقتل ما تعلمه عند رفعة الأسد وسرقها المصريات، عن الأراضي عم بيعمل سبيكولاسيون على الأراضي بلبنان، هو منه لبناني. وإذا فيك تجيب له رفيق الحريري هيك يسلم عليه هيك وهو يجي يطلع عليه ويفرجيه هيك هيك بعديك الملفني هذا المشنوق بتبكوا انتو بيت الحريرة. عش بقى كلام ملو قيمي بقى، احتربوا حيل كنولي. الله بتقولوا لي طبعا من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر صحيح الحكي. نحن عنا خطايا اكتر مني هذا المشنوق. بهدلتوا الوظائف بلبنان. الشهيد الوطني الكبير رفيق الحريرة بهدل الوظائف بلبنان. وإجوا السياسيين المجرورين عملاء النظام الإرهابي بسوريا كمان بهدلوا الدولة بالوظائف وبالتعيينات. إيش بقى نكذب على بعضنا؟ ما في واحد عند رفيق الحريري بيستاهل يكون يقدم فحص. ما حدا منن حامل شهادة هندسي بمعناتها هندسة. أنا بعرف بوزارة الدفاع الصينية أكثر ما هني عاملين هندسة بأي جامعات بأمريكا. سكتا عطوهن الجاه والمال بعقل متخلف انه انا هول جامعتي على الطريقة السعودية هول بيخصوني. خلونا نحكي الاشياء بعزافيرة. اذا مش معناتها انه رفيق الحريري منه وطني كبير، شيل النظام الارهابي بسوريا من لبنان بدمه، دفع حقه دمه، هيدا وطني وبيحب وطنه. خلصنا فؤاد شهاب، احترم حالك، احترم حالك، احترم حالك. اسمك فؤاد شهاب، احترم الاسم. خالد الظاهر نائب وطني كبير ومنه طائفة، منه طائفة ابدا. انت عندك ملفات؟ سكت. تاخذ ملفات بعض الضباط الموجودين بالجيش اللبناني هاي بالشوم، إهاني للمؤسسة العسكرية ولكرامة الإنسان والحقوق الإنسان. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.